الحديث عن اجتماع حكومي مع قطاعات تجارية لبحث أمر الدفاع 35، حيث عقد اجتماع حكومي في وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية والصناعة والتجارة والتموين ومحافظ العاصمة وممثلين عن عدة قطاعات تجارية لمناقشة ملاحظات التجار على تطبيق أمر الدفاع 35. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، حياكم الله سيد أسعد. أهلا سلامك. أهلا وسهلا. بداية، ما هو رأيكم في تطبيق أمر الدفاع 35؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البداية سعد مساء. يعني الحقيقة أمر الدفاع 35 بالنسبة لقطاع التجاري بعد تطبيقه وهو ليس بالهين، يعني وخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي ما عندها أدوات ولا عندها يعني وسائل في عملية التفتيش اللي بتجري على المنشآت الكبرى، مثل لو شفناها في المولات، المؤسسات الحكومية، الوزارات، المستشفيات، بيكون هناك في وسائل وعندهم أدوات يستعملوها من حراسة وسيكوريتي وتفتيش وإلى آخره، لكن محل صغير يعني بيكون يعني صعب جدا تطبيق هذا القرار عليه، وخاصة إنه المحلات التجارية بتعرف كمان الوضع الاقتصادي تبعها ما بيسمح لها إنها يعني ترفض دخول أي زبون، أو حتى إذا الزبون يعني تضايق أو إنه يعني أصبح يعني في ملل من هذا الموضوع يخسر الوضع تبعه اللي هو متعود إنه يربي زبونه عنده، لذلك يعني تطبيقه صعب جدا. نعم، يعني ما هي البدائل المتاحة على أرض الواقع عن أمر الدفاع 35 إذا أرادت الحكومة وقف العمل به؟ يعني صراحة التفتيش هذا إشي مهم جدا، ولكن عملية إنه المخالفة اللي تكون موجودة والغرامات وحتى الإغلاق هو صعب، فإحنا لو بنستبدلها بس فقط إنه بكون في توعية، إرشاد، تفتيش زيادة، تلويه بإمضاءات إذا قرر العمل يعني ممكن إنه يتخالف، تكون المخالفة بسيطة، المخالفة مرات تكون على المواطن مش على العلن داخل. السيد أسعد، القرار في عرض الحائط ما بتقدر انت برضو تهاوش مواطن ولا تقدر تهاوش مستهلك، فلذلك يعني عمليا التفتيش زيد، احنا مش ضد قرار او ضد اي شيء بروتوكول صحي، بل احنا من الناس اللي بنحكي يعني افضل من. نعم سيد أسعد، يعني المجتمعون يرون ان المخرجات كانت ايجابية. نعم ايجابياتها يعني صحيح، ولكن البعد عن المخالفات والغرامات وحتى الاغلاق، يعني احنا بنشوف اليوم المؤسسات الحكومية ايضا قرار يعني يمثلها هذا القرار ويطبق عليها، اليوم لو رحنا احنا شفنا مثلا واحد مخالف هذا القرار في وزارة، هل نغلق الوزارة او نقدمها؟ يعني اعتقد انه يعني المفارقات موجودة، اليوم انت قاعد تطلب ان يكون هناك في قرار وفي غرامة على هذا القرار، وانت بنفسك ما قاعد تعطي المطعوم صفة الإلزامية. نعم. أو صفة إنه يكون إجباري، فهذا يخلق إنه في نصف البلد مش الطعمة، فأنا كيف بدي أقدر أنا أحكم على يعني واحد يدخل واحد ما يدخله؟ بالإضافة كمان يعني اليوم في عنا مثلاً الواحد في وسائل النقل بباص سيارة بكذا بطلع معه شهادة تطعيم أو متطع كامل، هل إنه يعني نسحب السيارة ونروح نحجز عليها أو إنه نطلع الناس نفرزها نصين بهذه الوسائل النقل العامة حتى؟ نعم. فلذلك يعني المفارقات موجودة في هذا القرار. نعم سيد أسعد، يعني المجتمعون مع الحكومة يرون أن المخرجات كانت إيجابية، على أرض الواقع ما المطلوب من الحكومة حتى تكون بشكل حقيقي إيجابية؟ يعني إحنا أهدافنا يعني يمكن لا تبتعد عن قرار 35، أهدافنا إنه الكل يطعم، أهدافنا إنه يكون هناك في وقتي صحي وبروتوكول صحي لكي يستمر العمل، يستمر النشاط الاقتصادي والتجاري، فهذا احنا متفقين عليه من الجانب هذا، بالعكس احنا نشد عيدكم وبنحكي الله يعطيهم العافية وما بيقصروا، وهناك يعني أفكار نيرة، ولكن احنا نختلف معهم في عملية التطبيق. التطبيق يعني على قطاع تجاري ذات محلات صغيرة ومتناثرة ومحافظات يعني يمكن أشبه بالعائلية، يعني أعتقد إنه اليوم عملية كلمة مخالفة وإغلاق أصبحت شوية بعيدة عن الوعي والإرشاد
وعملية إنه يكون هناك في تحذير. الهدف ما بدنا إياه يوصل إنه الحل هو جلب المال أو الجباية، لا، إحنا بدنا حل يكون المتوافقين عليه هو الصحي، وهو التفتيش بطريقة وعي وإرشاد، ويكون هناك حتى إحنا حريصين داخل محلاتنا إنه يكون الكمامة موجودة والتعقيم موجود، ويكون هناك في بالفعل يعني تفتيش ذاتي منا إحنا نفسنا. يعني صدف ومن الحين للحين لتشوف واحد شال كمامته في المحلات التجارية، أو إنه يعني عفوا ما فتشش أو كذا. بالعكس إحنا كمان بدون هذه الوسائل الضغط إحنا بنشاهد إنه إحنا محافظين على الشغل، وبنطلب من زبائننا أرجوكم يعني يكون في بيديكم مطعمين، أرجوك تحط الكمامة، أرجوك هناك معقمات على باب المحلات. يعني هذه الأمر إحنا متفقين مع الحكومة فيها، وبالعكس إحنا كمان مع الزبون ومع المواطن بأنه كمان إحنا يعني الناس حملوا فوق طاقتهم اليوم. يعني عفوا في ناس أصحاب أمراضنا مش مطعمين، يعني ما فيش وسيلة إنك تيجي تقنع المفتش بنفس الدقيقة إنه هذا والله معاه عذر، بتلاقي المخالفة صبختك. وكمان المخالفة والضابطة العدلية في يعني لجميع المرتبات أعتبر إنه كمان في إجحاف. يعني المرتبات هاي في منها من يعني يكون يعني رئيس ويكون إنه يطبق القانون في عملية اللين، وفي منه من يطبق القانون بصعوبة، فروح القانون مطلوبة بكل الأوقات يعني صراحة. نعم سيد أسعد، يعني هل من الممكن أن تصف لنا حجم الضرر للمنشآت التجارية بعد الدخول في تنفيذ أمر الدفاع رقم 35؟ يعني صراحة يعني اليوم إذا بدنا نسوي عملية تخوف وتخويف القطاع التجاري، اليوم أصبح القطاع التجاري يعني ببساطة يعاني معاناة كبيرة من جائحة كورونا، فالخسارة فوق خسارة يعني يعتبر حرام. يعني أعتبر أنا جائحة كورونا هي لحالها كافية في يعني توقيف عجلة الاقتصاد، فكيف لما نكون إحنا حاطين عليهم الغرامات والإغلاقات والتهديدات؟ يعني أعتقد الخسارة راح تصير خسارتين. وآخر إشي التاجر من تعارف يعني والمحلات حتى الصغيرة والمتوسطة مش الكبيرة والمنشآت ذات حجم كبير، تعطي مردود مالي قوي للدولة، وتعطي استقرارية، وتعطي انتشار أسواق وحيوية، وتعطي إنه هناك نظرة عامة إنه بلد عايش طبيعي ويمارس أعماله الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بصورة طبيعية. فما بدنا نصل لحل إنه يعني أنا والله بدي أهرب وبدي أفكر وبديش هالشغلة كلها. هذه الحالة ما بدنا نصل من اليأس، بالعكس برجع بحكي إحنا مع الحكومة، مع النشاطات تبع الحكومة، المستشفيات الصحية، عمليات التفتيش، ولكن دون الضابطة العدلية ودون الإجحاف، خلينا نشتغل بروح القانون، هذا ما نتمنى يعني. نعم، يعني السيد أسعد من يرى واقع الأسواق يقول أنها بحاجة إلى إنعاش، كيف يمكن أن تنعش الحكومة الأسواق من خلال الدعم؟ ما هو الدعم المطلوب من الحكومة؟ يعني حقيقة إذا طلعنا إحنا على الواقع الحالي القطاعات التجارية عامة، نعم، بنشاهد إنه بالفعل اليوم القطاع التجاري تحمل فوق طاقته، يعني تحمل حتى بعضه، يعني اليوم التاجر الكبير تحمل الصغير، التاجر الصغير تحمل الأصغر منه في عملية السداد وفي عملية ترتيب الديون وإعادة جدولتها. يعني بحاجة إحنا ماسة إلى ضخ سيولة، بحاجة ماسة إلى إنه البنوك تقعد وتوقف في صف هدول التجار اللي تعاملوا معهم سنين طويلة، في إزالة الغرامات، في إعادة التخطيط وجدولة الديون. بنحتاج من الحكومة إنها تزيل لنا المعيقات من رسوم جمركية عالية، من تخفيض ضريبة المبيعات. بدنا من الحكومة يعني تنشط الحياة الاقتصادية في عملية جلب كثير من بعد إن شاء الله كورونا بتروح راح تتمها موجودة في جلب القوة الشرائية، التسوق السياحي، زيادة فرص العمل، القضاء على البطالة. هذه كلياتها من واجبات الحكومة، يعني مش واجبات يعني التاجر قام. يعني إحنا كقطاع ألبسة مثلا نرجع نحكي كقطاعات متخصصة بالألبسة، اليوم إحنا استعملنا كل الوسائل والأدوات إنه ننشط هذا القطاع من تنزيلات، من عروض، من وجود هناك التخفيض في الأسعار، ومع ذلك باءت الفشل. يعني ما قدرنا نسيطر على المواطن وأولوياته وسلم الأولويات تبعته. هناك سلم أولويات ما بنقدر إحنا نيجي نجذبها منه ومن إيديه،
فلذلك يعني لما بقنا بالفشل ما تم إلا الحوافز الحكومية. هذه الحوافز الحكومية يجب إنها تقف لو سنة سنتين مع التاجر، بعديها إحنا القيمة المضافة موجودة والإيرادات اللي إحنا بنوديها للحكومة موجودة والضرائب نصفها موجودة مش نهرب. فلذلك يعني بنعاود نحكي إنه يجب يكون هناك في حوافز ويجب تدخل الحكومة في تخفيف الأعباء المالية على التاجر. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد أسعد القواسمي ممثل قطاع الألبسة على هذا الحديث، شكرا جزيلا لك.